شوفوا كمان تبارك الرحمن. شوفوا الامل كله والحلا كله والزين كله ما شاء الله. يلا لايك، ولو ما اشتركتوش في قناتي لسه انزلوا اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات واختاروا الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين القشرة ناشفة ازاي؟ رهيبة. مساء السعادة. يلا من اللي عايزة تدي فيديو لايك لايك لايك، وتعالوا نشوف انها مع بعض السمك المشوي في البيت بكل سهولة للدايت. تقدري تاخدي منه تاكلي منه طبعا تمية دايت، طبق سلطة وبتاخدي السمكية بتاعتك بالطريقة دي، فعلا خطيرة ومغذية جدا. انا عندي هنا نوعين من السمك، عندي هي السباس كده مفتوحة زي ما شايفينها ما شاء الله مفتوحة ونضيفة جدا، تمام، وعندي التانية اللي هو الدنيس، تمام، برضه الدنيس مغسولة ونضيفة، تمام، اهي النوع ده. طيب هنعمل هو ازاي؟ واحدة هعملها بزيت وليمون، واحدة هعملها بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها حالا. طيب أول حاجة كده هحتاج ايه؟ هحتاج كده توم مفروم أو مقطع، ليمون، فلفل رومي قطع، وفلفل شرايح، طماطم شرايح، جزر، بقدونس وكزبرة خضراء، وممكن تحطي شبنت، وكمان هحتاج طماطم قطع وبصل قطع وجزر وفلفل حامي. تمام طيب. انا هاخد كل المكونات دي كده اهي، كل المكونات ديت ما عدا الحلقات، ما عدا الحلقات هنركبهم على جنب. هاخد الثوم والفلفل وكل الكمية دي على بعض كده اهي، شايفينها كل ده كده على بعض، هحطه في البولة، هنقله في البولة بتاعتي. انا احط عليه التوابل، التوابل بتاعتي هحط شوية من البابريكا، احط شويه من الكركم، احط شويه بسيطه جدا فلفل اسود، كمون، كزبره، كل حاجه. والاهم من ده كله بقى السمك، السمك، تمام، وبهارات السمك دي هستهلكها تاني مع الزيت والليمون، فهخليها جنبيها. خلاص كده هحط توم بودرة، ميكس كل ده كده ميكس، شايفين الجمال. هحط الملح باقي كده، انا احط الملح، احط الملح، تمام، كده نشوف كده حطيتهم مع بعض، هعصر شويه ليمون، ليمون كده، وكمان هحط شويه ملح، ميكس حلو. هاخد بقى كده ما اقولكمش على ريحه، سلطه سلطه بتاكلي سلطه. هجيب بقى السمك بتاعي اهو، شايفينها؟ تعالوا معايا هنا افضل، هاجي احط عليها كده من الخلطة، احشيها من الخلطة دي. إيه لو عايزاها سنجاري هسيبها مفتوحة كده، عايزاها مقفولة عشان القشرة تتحمر، هتبدأي ان انت ايه تحمري القشرة، تمام، تقفليها قصدي. انا هخليها مفتوحة بس هحشيها كلها. اتبل القشره بايدي كده، اتبل القشره، تمام، بعد ما كده وتحشي الحشوه محترمه، حط قرنين فلفل حلوين كده، طماطم تانية اوزعها زياده، ليمون، تمام، كفايه بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تعالي بقى التانيه كمان، دي بقى اللي معموله بالزيت والليمون، هاخد كده من العصاره دي اعصر عليها كده، شايفين؟ عايزه بس السائل،
في السائل كده عليها، هغطيها بالسائل كله تمام، وهاجي من هنا كده. شايفين الدهنة؟ شايفين الدهنة بتاعته الجبنة دي تحتفظي بيها، وهاجي احشيها كده. وهحط عليها فلفل وتوم، فلفل وقرن فلفل وحامي كده، وشرايح الليمون خليها هنا، وبعدين اجي اقطعها بس ده عشان بالزيت والليمون تمام. شايفينها دي كده؟ فهعمل منها بالطريقه دي، هعصر عليها ليمون تاني، هتغرقيها ليمون دي بالذات عشان ده زيت وليمون تمام. وهي في الفرن يا بنات كمان تتشوي، قبل ما تولعها شويه هتحصري ليمون شويه وتوم ناعم جدا وترشيه عليها بالكامل. هتغرقيها بالزيت بس، من دي وش زيت بس، هندخله الفرن يتشوي بكل بساطه. شايفين الجمال؟ بس كده. ده سمكه دنيس بالزيت والليمون رهيبه، وديت سمكه السيباس اللي عاملاها سنجاري. شايفين المنظر؟ هنا حاطط عليها شريحه باذنجان كده مقليه علشان تبقى شكلها كده وطعمها خطير لما تيجي تغمسي الصوص بتاعها. ايه رايكم بقى في نوعين السمك المشوي؟ يلا دخلهم الفرن يتشو وهطلعهم اوريكم شكلهم. ما فيش اسهل من كده وابسط من كده. لايك. شايفين الجمال؟ ولعت عليهم الشوايه ومن تحت ومن فوق يشتشو. تمام، بصوا بقى المنظر. دي اللي بالزيت والليمون ما شاء الله لا اله الا الله. دي سنجاري دينيس، ايه سوري السباس، السباس وده دينيس الزيت والليمون. بعد ما خلصت كده بتسقيها شوية ليمون وتوم ناعم وبس كده، تاكلي احلى دينيس بالدنيا. شوفوا كمان تبارك الرحمن. شوفوا الجمال كله والحلا كله والزين كله ما شاء الله. يلا لايك، ولو ما اشتركتوش في قناتي لسه انزلوا اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات واختاروا الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين القشرة ناشفة ازاي؟ رهيبة.